ست ساعات الموتور عطل ما عاد يشتغل. جيت انا حاولت 4 محاولات ولو بدي ارجع والجزيرة قريبة علي. جيت سبح نزلت السباحة. تميت اسبح 3 ساعات لحتى وصلت للجزيرة. هال3 ساعات شفت الموت. عملنا في خيمة بشكل عام. نحن سوريين، مصريين، أفغان، أفارقة، عملنا هون يعني تحت الشتاء تحت البرد، ما عنا أي شيء من متطلبات الحياة، ناقصنا كل شيء.